السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أضرار التناول أو الإسراف في الكاتشب. طب هو الكاتشب ده أساسا بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن طماطم مركزة وشراب ذرة وكمان خل وسكر مواد حافظة، أضراره كتيرة جدا جدا. أضرار الكاتشب بشكل عام اللي هي ممكن تهدد حياتنا وبتهدد صحتنا العامة هي الإصابة بالسمنة والسكري، لأنه طبعا بيحتوي على نسبة عالية من السكريات، بتصل النسبة دي إلى 20%. تدمير خلايا الكبد لأنه بيحتوي على نسبة عالية من شراب الذرة. ضعف المناعة كمان من ضمن الأساسيات اللي احنا ممكن نضعف مناعتنا من خلال استخدام أو استهلاك الكاتشب بشكل دوري. بيصيب أطفال بالأمراض الجهاز العصبي زي التوحد، لأنه بيحتوي على نسبة عالية من الزئبق، والزئبق ده من المعادن شديدة السمية اللي بتسبب مضاعفات بالمخ. كمان تراكم السموم بالجسم لأنه بيحتوي على الخل المقطر اللي بيدخل طبعا في تركيبة المواد الكيميائية ومبيدات سامة. ازاي ان احنا نقدر ان احنا نقي نفسنا من أضرار الكاتشب؟ ما نصرفش فيه، نحرص ان احنا نعمله في البيت، يعني يكون عندنا القدرة ان احنا نصنعه احسن ما نجيبه جاهز. طيب طريقة عمله ازاي في البيت او نعمله ازاي في البيت بالشكل الصحي؟ ركزي معايا كويس جدا جدا في المقادير. هي 6 حبات طماطم، 6 فصوص ثوم مفرومة فرم ناعم طبعا، بصلة صغيرة مبشورة، خل بحسب الرغبة يعني محتاجين 1/2 كوب، 4 معالق كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، 2 معلقة كبيرة نشا، ربع كوب ميه. ازاي ان انت تقدري ان انت تعدي بكل سهوله؟ هتعصري الطماطم وتصفيها، بعد كده هتحط عصير الطماطم مع البصل والثوم على درجه حراره متوسطه وتسيبهم حتى يتم الغليان. بعد ما يغلوا بتضيف السكر والملح والخل والخليط، بتتركي يعني تقلبيه مع بعض وتسيبيه على حراره هاديه بتهدي على النار. اخر خطوه بتعمليها ان انت بتضيفي النشا مع قليل من الماء وبتحركهم عشان يدوبوا مع بعض، وبتحطيهم على الخليط بتاعك وبتقلبيه على نار باردة، على نار هادية جدا جدا جدا. بعد كده بترفعي من على النار، ولما يبرد خالص تعبي في البرطمانات عندك وبتحفظيه في التلاجة. دي كل الطريقة السهلة بحيث ان احنا نبعد تمام الجاهز الاضمن البيت، وكمان ان انت حتى لو عاملاه في البيت ما تستهلكيش منه كميات كبيرة. لازم الكاتشب تحديدا يستهلك بكميات بسيطة. يا رب اكون قدرت افيد واوصل المعلومة، ولو بيعجبكم وصفاتي فيديوهاتي او اي حاجة بنزلها بشكل عام، ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.